يلوح بذراعيه مطلقا لمجدافه العنان، مستعدا لخوض البطولة الأولى التي يتحدى فيها أمواج البحر وينافس المتسابقين الآخرين، ليثبت كما يقول بأن ساقه المبتورة لن تثنيه عن خوض التحدي. البطولة الأولى اللي حشارك فيها بالمجداف، وحكون سعيد جدا بهذه اللفتة العظيمة إن شاء الله رب العالمين. هذه شغلة. شغلة ثانية، قضية المجداف هي بتعيش معي منذ يعني تقريبا 20 سنة. انتهى الإحماء وسيبدأ السباق، حيث نقطة الانطلاق حتى النهاية، تاركا خلفه المشجعين ومن يراقبوه وينتظرون فوزه بالمركز الأول. فهذه البطولة تمثل انطلاقا لرياضة يتمنى من يمارسها أن يمثل فلسطين ببطولات دولية. رسالتنا بأننا كلنا إصرارا على استثمار هذا الكنز وهذه الثروة الطبيعية بهذا البحر، وعازمين على استثمار بحرنا ساحلنا الفلسطيني على شواطئ غزة، وأيضا مصرين على استثماره وممارسة رياضتنا وحقنا الطبيعي بالسباحة وتنظيم كل مسابقاتنا ورياضتنا في بحرنا. قررنا أن نرتب هذه البطولة اليوم، طبعا حيكون فيها مشاركة 4 فئات، فئة ذوي الهمم، فئة الصبايا، فئة فردي رجال وزوجي رجال. المسافات طبعا تم ترتيبها بالتعاون مع اللجان الفنية الموجودة في البحر. هذه المشاركة الواسعة من الذكور والإناث يمكن أن تكون نقطة تحول في حياة أشخاص لا يخشون ركوب الأمواج أو تخطي الصعاب. انطلاق هذه البطولة من الشراع والتجديف في قطاع غزة تمثل للمتسابقين بأن هناك اهتمام يجب أن يزداد بمثل هذه البطولات. محمد أبو موسى، الغد، غزة، فلسطين.